تعرف خفير أجيري؟ الإجابة هتكون بنسبة 100%. ما عداش وقت طويل علشان نلحق ننسى مشاركة مصر المخيبة في كأس الأمم الإفريقية على أرضنا. المدرب المكسيكي تولى تدريب مصر من أغسطس 2018 ورحل في يوليو 2019، وأجيري هيرجع تاني علشان تلتقي مساراته مع الكرة المصرية لما يلعب مونتيري قدام الأهلي في ربع نهائي كأس العالم للأندية. لو انت مش متابع، فأجيري بعد ما مشي من مصر مسك ليجانيس الإسباني وهبط بيه، لكنه استعاد الأمجاد مع مونتيري وقاده للقب دوري أبطال الكونكاكاف 2021، وبالتالي التأهل لمونديال الأندية. لكن نرجع لموضوعنا، تعرف خفير أجيري؟ في الحقيقة الإجابة هتكون لأ، رغم أنه كان مدرب منتخب مصر، لكن أغلبنا ما يعرفش عنه إلا تفاصيل قليلة. والواقع أن أجيري من أكتر المدربين المثيرين للجدل في تاريخ المكسيك وإسبانيا، شخصية ما بتتكررش مرتين. كلاعب اشتهر بمشاركته مع المكسيك في كأس العالم 86 والوصول لربع النهائي في أبرز إنجاز بتاريخ بلاده، ويمكن لقطته الأبرز في البطولة كانت صناعته لجول نيجريتي التاريخي اللي اعتبره النقاد من أجمل الأهداف في كل نسخ كأس العالم. أجيري مش بس صنع الهدف، لكنه عمل احتفال شهير مع نيجريتي لما راح شد شعره وضربه على دماغه في لقطة بقت من الفولكلور الكروي المكسيكي. وأجيري اشتهر دايما بدور المنقذ مع أوساسونا وساراكوستا وأتلتيكو مدريد لما حال دون هبوطهم، وحتى أتلانتي في بداية مسيرته في المكسيك. ولما مسك ليجانس بعد مصر كان بيتعامل مع فريق ميت، لكنه أعاد ليه الحياة وكان على بعد هدف واحد من البقاء في الدوري بمعجزة في آخر جولة قدام ريال مدريد، لدرجة أن جمهور ليجانس سقفله في مشهد جميل لما مشي من النادي رغم الهبوط. وأجيري شخص لسانه متبر منه، يمكن أكتر جملة قالها في المؤتمرات الصحفية إنه اعتذر علشان قال كلمة خارجة من غير ما يقصد. لو بتتعلم إسباني ونفسك تتقن الشتايم المكسيكية، فمؤتمرات أجيري الصحفية هي الكورس المثالي ليك. عشان كده لما درب فترة في اليابان شخصيته ما ولفتش على الشعب الياباني، لدرجة انه مرة انفعل على لعبته في أوضة اللبس بين الشوطين علشان يلاقي لاعب عنده بعد الماتش حاجز له في سبا وبيقول له يروح يعمل مساج عشان يهدي أعصابه. ساعتها ما كانوش يعرفوا انهم تعاقدوا مع أكتر مدرب دم حامي في العالم، مدرب بيطلق العنان للسانه حتى لو كان فرحان، وده كان جوابه لما تسأل ازاي هنأ أحد لاعبيه في ليجانس بتسجيل جول قاتل في آخر ثانية. ¿Qué le has dicho después de marcar el gol a Óscar cuando te le has encontrado en el vestuario y cómo ha reaccionado él? Gracias. ¿Cómo ha reaccionado él? No me acuerdo qué le dije. De acuerdo, lo abracé, sí. Me sorprendió que no está tan fuerte como otros. No estaba un poquito así. Nada, como todo, lo abracé, algo le dije, sí. Seguramente le dije, muy bien, hijo de tu puta madre, bien, Oscarito, cabrón, qué tirazo, la puta madre que te parió. Seguramente le dije eso. Buenas, mister. Mister, por aquí. ورغم كده بيقول أجيري إن شخصيته بقت أهدى كتير بفضل الكروت الحمراء الكتير اللي خدها وبفضل مراته، علاقة حب طويلة عمرها 40 سنة، وشاركته في كل نجاحاته حتى شاركته في الغنى عادي كمان. ¿Por qué tú eres de quien suele enamorarme?
أجيري مؤمن إن لاعبين العصر الحديث بيستخدموا الموبايل أكتر من اللازم في أوضة اللبس وفي أوضة التدليك. أجيري بيقول إن اللاعبين محتاجين يتكلموا أكتر عن الماتش، يعرفوا الخصم، يفهموا شخصية الحكم علشان يقدروا يسيطروا عليه في الملعب. ومن أكتر مواقف أجيري الجدلية لما ضرب لاعب من منتخب بنما خلال مباراة في الكأس الذهبية، وبرر تصرفه بعدها إن لعبته كانوا بيتعرضوا لعنف شديد في الملعب ومش بيطلع منهم رد فعل، وعشان كده هو اتدخل. بل رجع كرر التصرف تاني مؤخرا كمدرب لمونتيري وحط صباعه في عين أحد لاعبي بويبلا. وزي ما بيكون عصبي في أوقات كتير، فكمان أجيري يحس الدعابة عنده حاضر بشكل لافت. مرة خلع الحذاء في المؤتمر الصحفي وورى الصحفيين الخدعة اللي بيعملها عن طريق الأكياس البلاستيكية علشان يدفي رجله في عز الشتاء. ومرة حكى موقف غريب بعد مباراة كسبها فريقه، قال إن اللعيبة اتمرنوا بشكل مريع ليلة الماتش وإنه كان على وشك الانفجار في وشهم، لكنه كتم غيظه، راح البيت وشرب خمرة وهدى أعصابه، وتاني يوم فريقه كسب الماتش عادي جداً.